سيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حكومة ولاية هاواي ورئيس جمعية الصداقة المغرب هاواي، رئيس الجمعية الدولية الفرنكوفونية للذكاء الاقتصادي، في تطوير علاقات متميزة مع الداخلة وجهاتها كفضاء لأهل العلم، شبكة للحوار وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب بكافة أعضاء اللجنة الدولية المنظمة، فائق عبارة الشكر والامتنان والعرفان. وهذه الدورة السادسة للجامعة المفتوحة للدخلة ستتطرق لموضوع هام جدا، وهو إعادة التفكير في إفريقيا في القرن 21. وهذا الاختيار ديال هذا الموضوع نابع من كوننا كل المعطيات المتعلقة بالتنمية عرفت تغيرا جذريا عميقا متعلق الأمر بالمحددات الديموغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التكنولوجية أو الثقافية أو تلك المتعلقة بتدبير الشأن الديني أو تلك المتعلقة بالأمن وبالمناخ. وبالتالي هذه التغيرات أفرزت أوضاعا جديدة تتطلب إعادة التفكير في هذه الأوضاع وهذه التغيرات من جهة، ولكن من جهة أخرى في أفق استقاء الإشكالات الكبرى اليوم والتحديات المستقبلية غدا، حتى تتمكن إفريقيا من إعطاء الأجوبة الملائمة لهذه الإشكالات. وهذا من منظوري إعادة النظر في السياسات العمومية من زاوية بلورة جيل جديد من الإصلاحات من جهة، ومن جهة أخرى وضع أسس جديدة لعلاقات إفريقيا في العالم. وهذا ما يتطلب مقاربة جديدة ونظرة جديدة لقضايا إفريقيا، وخاصة من زاوية استشراف الأوضاع في أفق ما تبقى من هذا القرن. بالنسبة للاتفاقيات، الاتفاقيات كهمة الأولى المؤسسة الغابونية للبيئة وللحماية الاجتماعية من جهة، والاتفاقية الثانية هي مع الجمعية الدولية للاقتصاديين الناطقين باللغة الفرنسية، وتهماني تنظيم أنشطة مشتركة، التفكير الجماعي من خلال وضع أسس لأبحاث مشتركة وتنظيم أنشطة مشتركة، كلها تتعلق بالمواضيع التي تعالجها هذه المؤسسات، إن تعلق الأمر بالجامعة المفتوحة للدخل من جهة، أو المؤسسة الغابونية، أو الجمعية الدولية للاقتصاديين الناطقين باللغة الفرنسية. بكل plaisir, un plaisir renouvelé que je participe à cette 6e édition de la rencontre internationale de Dakhla qui se tient dans le cadre de l'université ouverte de Dakhla sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Cette rencontre est très très importante puisqu'elle permet de réunir à la fois des ministres, des responsables publics, des responsables du secteur privé, mais surtout des académiciens, des professeurs, des chercheurs qui sont là aujourd'hui pour débattre du futur de l'Afrique, puisque la thématique de cette édition c'est repenser l'Afrique au 21e siècle. Et donc cette rencontre est très très importante. Elle fait aujourd'hui, elle vient contribuer au positionnement de Dakhla à l'échelle régionale comme plateforme de dialogue et de discussion pour le développement et la promotion de la coopération Sud-Sud. La participation de l'Agence marocaine de coopération internationale en partenariat, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, s'inscrit dans la continuité des partenariats qui ont été initiés depuis quelques années avec l'Université ouverte de Dakhla. Notre rôle ici est de participer au dialogue et au débat, mais aussi partager la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour l'émergence africaine. C'est une vision basée sur la solidarité et agissante, pragmatique, et qui part d'un principe: l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. C'est dans cet esprit que nous partageons les réalisations du Maroc dans le cadre des schémas de coopération, que ce soit dans la coopération académique ou la coopération technique.
باعتبار أنه اليوم أصبحت الدخلات تترسخ يوم بعد يوم بأنها وجهة لتنظيم هذا النوع من الملتقيات العلمية اللي يهدف إلى مناقشة أهم القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لإفريقيا. وأنتم تعلمون بأنه المغرب إفريقيا هي يعني الدخلة هي هذه الجهة هي بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء. وهذا يعني يزيدنا يعني قناعة بأنه الداخل اليوم أصبحت تلعب دور هام جدا في هذا النوع من الملتقيات. اختيار المواضيع كذلك مهم والمشاركة كذلك أهم. أكثر من 47 دولة مشاركة بخبرائها لمناقشة أهم القضايا، قضايا التنمية، قضايا الاندماج، قضايا الشباب اللي تعاني منها أفريقيا. وكما قلت نحن فخورين بأن الداخل اليوم صبح تلعب هذا الدور. Monsieur le président de région, on lui dira pour le professeur. Effectivement, dans son entreprise, c'est un outil de communication important. Notre éminent chercheur, Arthur Anselmo, professeur Arthur. Nathalie Ambelina. Madame Ambe, il faut vraiment encourager cette start-up. Anna Chitaï. Voilà. Bon, il va en faire.